استقبل اسم الشيخ ناصر بن حمد الخليفه ممثل جلاله الملك للاعمال الانسانيه وشؤون الشباب رئيس مجلس اداره الشركه القابضه للنفط والغاز سعاده السيد عابد السعدون نائب وزير الطاقه بالمملكه العربيه السعوديه الشقيقه واكد سموه ان مملكه البحرين ماضيه في تعزيز الشراكه مع المملكه العربيه السعوديه الشقيقه في مختلف المجالات بما يربطها من علاقات مترابطه وتاريخيه بين البلدين الشقيقين وخلال اللقاء جرى مناقشه القضايا ذات الاهتمام المشترك في مجالات الطاقه المختلفه وسبل تعزيز التعاون والشراكه في هذه المجالات بما يحقق توجيهات قيادتي البلدين الشقيقين